يحكى أن فريقين إفريقيين عربيين التقيا في نهائي دوري أبطال إفريقيا، الوداد الرياضي والترجي التونسي، آلت النتيجة إلى ما آلت إليه، تتويج تونسي مؤقت وإنصاف مستحق بشهادة الجميع من لدن الاتحاد الإفريقي لصالح الوداد، والمصير النهائي للقب نتعرف عليه بعد نهائيات كأس أمم إفريقيا بإذن الله. في الأخير هي مجرد لعبة، فاز من فاز وخسر من خسر، فكرة القدم لن تفرق بين الشعبين الشقيقين المغربي والتونسي. لكن للأسف شاهدنا بعض الصفحات الفيسبوكية غير المحسوبة على العارفين بكرة القدم وأخلاقها، كرهت إنصاف الكاف للوداد فأخذت تضرب في وحدة المغرب الترابية. وهنا نقول نحن أهل المغرب، لن تتأثر علاقاتنا بالإخوة التونسيين، فالمواقف السياسية التي نتعامل بها ونؤمن بها هي تلك الصادرة عن البلد لا عن صبيان السوشيال ميديا. وهنا أخبر هؤلاء أنهم عاشوا أغرب كاميرا خفية في تاريخ أشهر رمضان، فالتتويج الحقيقي لن يكون إلا من نصيب الأقوياء العارفين بكرة القدم وأخلاقها، فالساحرة المستديرة لا تبتسم لمن أرادها بالخبث. طيب الله أوقاتكم.